إلا أنا فاقي دنت لها يا جنت أنت صاحب الغالي عند منزلك عالي عيش المر والحالي دنت لها مع جنت دمتنا وخوتنا فزعتنا وطيحتنا ضحكتنا ودمعتنا جنت لها مع رش معزان والله يا وليد الله يرحم حديقة حيوان مو منتجع قطاوة شاس قطاوة أرانب طليان أوادم كل حيوانات المجتمع والله يا ريت والله حلم كبير أو بغى يدخل رنا في إذنك لا والله حلو ما وكلت رايحين جد وش فاتت عد الماضي زي اول اي والله في اخرك الله يكثر خيرك يا ابو راجح يجعل ابوك في الجنه وامك في الجنه يجعلك انت في الجنه ومتسابقين جنته في الجنه والاداره في الجنه والاعداد في الجنه وكل ابونا في الجنه والمسلمين والمسلمين قناة الواقع وكل من طلع منها مو بكل لا لا إيه مو بكل إيه اللي في بالي بس الباقيين ذريك لا استغفر الله ويلك أنا بدعي جعلني بالجلسة الضالة في الجنة طيب اللي طالح هذه من ومن يشاهد؟ ما وحده هذا اللي حسب علمي يا جنتل عشان تخصم عليهم رايك فيني راح حسب علمي ان كانوا في ثلاثه قاعدين قالوا ايش ثلاثه قاعدين ثلاثه قاعدين كاسر الجدار اسولف انا يا جنتل جدار كاسر اللي فوق جنتل شوفه الابيض جنتل اسولف المسؤول اللي كاسره جنتل جنتل هذه مهامك يا جنتل اللهم جنتل اسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اعطيني شطه اعطيني جنتل اسولف عشان تخصم المناصب يا كاسره جده لكاسره كانوا في ثلاثه قاعدين هني حلو واحد منهم قال دعوة على العين والحسد انت يا رجال خل اصبروا انا جد لازم اعرف من يحدث واحد منهم قال على العين والحسد ما ادري يسولفون على العين والحسد واحد منهم قال تحدوني هذا الحلم اللي جاني متاكد من احلامكم قال مو حلم مو حلم العلم العلم قال تحدوني اهدم اجدار هذا يعني مثلا انا اقول هب ينهدم عرفت الحرامي اللي يقول انا الحرامي انا هذا والله انا مو انا مو انا مو انا اول واحد اسمه صلصط منهم والله ان هذا ما يهده الا واحد انا حطاني ايه وجم حلف حلو ايوه وجم حلف هذا صلصط صلصط عصب من الساطير الغلط طاح الجدار عين خير عين خير وسعد الطاقه عنده مو بصلصط كسرها صوت امس والله انك يشيل الطبو يا رب دخل علي الجنه يا رب دخل مخلد الجنه علي يا الله ندخل جد الجنه يا الله ندخل براجح الجنه امين امين يا الله ندخل ايمن الجنه امين وياك والجميع ندخل بداح الجنه يلا يتذكر حطها في ذمتك معي جوا حطها في ذمتك وفي توفيقك وفي رصيبان يحد على رصيب احلف اصبر هذا التمر يجي لا خط والله العظيم معك جوال انا عند الاداء ابو هشام كل ما يجي يقول سلام شكرا ما راح اعطيك الجوال الطيب علمك بخطه خليهم يعطونك الجوال كذا تجيب تجيب شفره تجيب راس محمد عيسى يلا شنو شنو وش والله شفره علمك كم تبي كم تبي دقيقه ولا ساعه ولا كم ولا معك طول على طول انت خلاص تمام خلاص ابو سعد لا ساعه طالبك المفروض تطلبني بس انا اطلبك ساعه ما ساعه يلا خلاص 20 دقيقه والله دقيقة عادي والله الله يفرج همك الله يجزاك خير والله اشكرك بيض الله وجهك تراك قاعد الحلول كل مره تجي اسهل 20 دقيقة كافية كم لك ما طلعت من البرنامج لك 20 يوم انا جنتل صح 27 يوم ما عينت في الجوال اسمع بما اني جنتل ما تدري ايش وضعك وش امورك الله يغنيك عافية عندي انا اروح عليك يا ابو راجح بما اني جنتل اصرف لي ايمن جوال طول مدة الجنتلة وراك ما ترد ما تبي بعد اصرف له جي كلاس عطى الجي كلاس ابشر بس سعد جنتل في
اكله بس سحب علي استاذ غير مطيع معاونين يعاونون خليتك تسوق الرنج وانت ما عمرك ركبته حتى خليها تسوق تسوق كيف هو يا ابو سعد كيف هو كثر الله خيرك يا معزبنا والكرامه لقيناها ولا انتو طيب يا جنتل ما بعد جاك الحاحة في وجهك عقب البيت المدح ما تصرف لي واحدة شهور ما اديله ثنتين لا واحدة بتسدني واحدة ونص استاهل واحدة ونص ارجع عطايا براج الشرحة عقب البيت شهور ما ارجع يقول عقب ايش ضراوة منك عادة ومن الضراوة ابو مذلح ابوه ابو مذلح والله ما اكل شهور ما اكل يعني عده يفسرها اخ نوره فسر يا ما تعرفون كلمة ذي فسر ولا علي الحرام يجيك علم حتى هالمعشوق يدرون عنه انا بسر لكم يا شباب قاعد تحفظ هذه ليش توترت؟ يا شباب اذا تسمعون لي تسمعون لي فسرها قبل لا يدرون عنك هالمعشوقه انا من يجيك ذي انا بفسرها يا شباب يلا فسر ما ادري عاده يعني منك عاده يعني عاده ايه منك ومنك ذروه في عينك ذروه ياي وش فيه ذروه ضراوة يعني لما ضراوة ضراوة لما ضراوة منك عادة يعني عادة ومنك ضراوة سمعت من يغنيها؟ علم صوت لا مدحة مدحة منك عادة يعني عادتك تجيب لنا الأكل وحنا ضارين على الشيء ده خلاص ضراوة نعرفها ضراوة نعرفها كذاب ما تعرفها كذاب والله ضراوة يعني رجال ضارين على الشقة وعلى وشو رسالة انا مخلد اخ مخلد انت ما تعرف اسمي يا انت مريض يا ليل انا اقوى يا ليل يا ليل سؤال انت تقول سؤال طيب قولي الله انت يا الله رجي لمس ذبحنا سوى جا سعود يبغى يدز وين تثنى الحديث يذب عليه ليش زول ذاك برطوك ترى كبير والله رجل ها خشمي كبير يدني كبير يلا اسمعوا 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 اي كبه والله ذنب كبير تكفى ترى سر ايش تبي نضحك عليه يعني عقب السالفه اي تكفون انا دائما ترى المواضيع في مخي افضل ايش ادري والله مقدر شيء تفشل بالجنة صح وعايض تكفى طالبك تقدر لا تقدر ترحب كذا تصير غبي القطع انا بقطع عليك عادي يلا شنو المشكله اضحك من كلامك انت هو قاعد يبيخها يا علي يعني انا علي قاعد يقتل هذا الحين هو ما شاء الله انت حاول تتمالك نفسك تقول يا عين واحد بتقرط فيه ليه لانك تظهر حتى قرط فيك انت كذا شرط باك شش هو تدينا لا كلها نيبان كل زرون نيبان لا يا حديد ذيب ذيب انبيب انت بعد هذا انت الذيب حيوان طيب بس كلها حيوانات يا حيوان قول انسان بس الذيب اذكى من الثعلب اذكى من الذيب الثعلب والله انت جد خلاص انت ثعلب الذيب مو بذيب يقول لك ذيب حيوان ما يقول فلان ذيب فلان ذيب ما يقولون فلان ذيب يقول فلان ذيب طيب فلان 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 ايه بس الذيب فلان مكار مكار وذكي بس الذيب افضل وش فيها افضل ايش شجاعة ايش عنده ترى ما عنده معنى خلوه يجاوب اقول فلان ثعلب ولا فلان ذيب بالعكس والله فيها كيوت انا خلاص بداح ثعلب كيوت يسلم تعال لك ذوق ما عليك زود ترى ثعلب ما عليك زود الثعلب مكر في ثعلب في ابي حسيني ابي حسين هو يجيك ابو حسين انا اعرف من هو من انت ما بعد جاتك رنا لا 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 قول يلا لا جا سعود المكاحله خلينا نبغى ندز السرير زين هذا يقول الخبي ما ينسى سالفته عاد لا سته اي صح الوصيه يا ولد انت 10 سوال في بعض اسكو ايش ذي؟ من عند مطوع اي صح عندك ادلف مطوع من بدر ما كنت انت بيك حلاوه انت عرفت اللي في المهرجان طيب يا علي السالفه ايش صار عليك؟ اذا مهرجانات الشكل ذاك الكبير هذا حق سعد بخليها يا شفت ما حرام سلطان انت ما تاكل رجال كبير اعطي سلطان دي خلاص يا كذا شيء شب اسمع جاء سعود المكاحله يبي يدب السرير هنا كلنا خايفين منه الحين من ذا؟ اي مو خايفين منه قاعد نعطيه كل حاجه ما بزر فيه اي صادق نعزز له يقوم سعود يدز السرير كذا انا انت من جنبك نواف جدو كلهم مغطين رؤوسهم ببطانيه تعال معي
ايه ذا اللي من الموب اللي بيحصل ذا اللي من الموب ايه ها لا من يقعد يروح ليني من ذريتني لابخ والله تقول يا حيوان تحمست معك يا حيوان يوم يوم يعني الرجال خايفين من ردة الفعل معك يوم تقوم 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 لا اي صوتك من يقوم يقعد كذا راجع من الدش شلتك شلتي تكفى والله ما تفرق بعد دخل في شاسع 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 حق الدخولية دشناها خلاص حق الدخولية اي انا عندي شلة ثانية لا في شلة فضروها ان شاء الله بديت الموضوع في جنتل سبعين سؤال اذا ما طلع ليه انت بغيت تسألني سؤال في بداية الموضوع وش هو ارحب راح مع الشلة هاي والله ارحب يا الفرسايز قسم كم ربك ابيك كشته كشته وين والله قشت قبل شوي الله يسوي دجيهم معلمك الحصه عز الله عندي سوالفك شاورما وينها؟ هذا شاورما تساعدك هل جنتل جنتل وانا هذه اليوم ابن عمه ابن عمه تعقب انا ما دعيتني يا دالغه ماذا ما طبش في بطنك يا هالظروف قل به قلت ما اكل الا ابن عمه دياب يلا اقطعك مقدمك انت صادق؟ ريحتهم يا طبعا ياكلوا خشي ها؟ كلوا من واحد تنق واحد قلت ما اكل طيب ما في هذا ابو راجح لك كثر خيره عافية عافية هذا شوف بعدين فيها بعد ما تاكل شوربة من الثوم سلام حلي ليمون علي علي نبدا والله العظيم انك بطل بس ممكن تضبط سوالفك شوي ما ضبط ارتبها هي في راسك الله اني ادري انها مضحكة اذا استخرجتها تكون يعني انا اثق انها مضحكة ولكن انت بعصر ام السالفة والله بتاكد انك محتوى وانك ما شاء الله تبارك على اني وثقت فيك يعني خلتك تكمل ثقة فيك انك ان شاء الله بتضبطها بس للاسف لم تزبط معك للاسف انك بس سالفتك المخلوط مخلوط صراحة دباتك كلها حلوة صراحة معجبتك خذ دورة الحين مخلوط دبات تجينا تصير تقول عندي مبادرة الله شو حق ضحكت اليوم اليوم شفت انسان ثلاث غمزات واحد اثنين ثلاث اليوم تحتفل اليوم تحتفل قال يلا قوموا قولي قنبادة وري وخذ والله صادق كذا يا هذه انها علامة جمال هذه فلقة يا ابوي وين جمال والله علامة جمال لا هذه فلقة الدمار ايه علامة جمال شكل فطلبتك علي متى تروح الباحة والله نشهد له ماخذ المركز الاول في الجمال في معشوقة شوف عيني انا ما تنافس على الجمال طلع سمل عندنا سالم الطيبة والله شدها اوه اي خلو برد انت برد اسمع قول كذا ابتسم والله صدق هذا غمزات تكفى ان الله جميل يحب الجمال ما نبي نقوله يقول الله احنا ما نتنافس على ها ليه يعني ضد ضدك ما بيبعد مع من؟ مع كل الناس ها عود 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 لا 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 سكر وين؟ روح يا كل وهم. هو من هو؟ واحد. واحد اسمه. أنا ما أشوف زين والله ما أشوف. بدون اسم واحد بدون اسم. حسن خاطر. عطوني أول حرفين. خلص. صح عليك عرفته. يا غندك والله تفهمني. أعطاك أول كلمتين. مخلد. شوف عيني. لا 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 بالعمو عطنا الكلام الصحيح لأن في خصم. والله. جالسين هنا أنا ونواف عقاب. أبعلمكم السالفة. أنا ونواف عقاب وجدو. قاعدين نسولف الدبين كان فوق حلو قلت انا ونواف عقاب يا رجال خلينا نعطيه اياه قلت انا والله اللي هو خفيف ان كان طير ولا هي من كاسه من تحته ايش قصدك؟ انا من شغلك ايش قصدك تلمسني؟ هي قلتها بس كذا فهمتها مع الرجال ايش ابغى ذا؟ وانا لقيت حيوانات تمثل الا طير البحر يعني يا اخي انا ما قلت بحر قلت طير صعب الطيور واجد في طيور في السماء في طيور في البحر انت البحر انا حددت في السماء تجري فوجيها ما بغيت اياها من ورا الباب لا اصدقك بدني الحين والله ناخذ ايه هذا ابداع لمسته بس ابداع اذا جاء في شتاء ما يحتاج فروه ترحب بدني توكل انكبيت طيب ارجع توكل يمسك الحيطان شوف ابغى اسوي الثالث ايش الخيل اللي يلوي على صدرك صار على السالفه والله لازم تكملون يعني انا وافع قابي والله صادق والله لي ما يتحركه ما مدى الدفين ينزل اليوم قايدر بوم شوف عين شوف عين بس ممكن الدفين حاط يسوي شيء ما ادري مخلد ايه عيال مخلد ثنائيتي يا ريك مثنيت ثنائياتنا طيب هالكلام هذا متى؟ شو سويت؟ يا ربي متى الكلام هذا؟ قبل جدني صراحه راح ارجع شوربه لما ندور الكاميرا
ما ادور كم اذا طلع هو انا راح اغرمه اذا ما طلع هو راح اتاكد اعلم الاداره فيه لا اسمع حقق مع الدبي خلاص والله اني راح يغرم على هذه ترى لا ما يا اخي تتحملها الجنت هم يبغون يغيرون التصميم حق ذي انت يعني يتحملها الجنت يبغون تصميم جديد ابداح يوم ذاك اليوم كسر ما له شغل تصميم ما له شغل تصميم ليش تصميم ايش دخل تصميم عطر التصميم هذا الجديد اسمع تبعي كسره ايه بغيت اقول الجدار مالك كم يعيدونها اكنك والله ابن عمه ابن عمه ابن عمه الثاني له وحش انا معجب والله العظيم رشيد انا اليوم عيال تدري نظامك ايه نظامك تسل كنادر ثانيه اخذ الكنادر تلبسها والله يمدحك تدرون اني رايدين انفصل على اللجنه انت تدرون انفصل على اللجنه والله هذا مخرج المله المله الباحر تدرون انفصل على اللجنه تصفيات الثلاث طق في المله نذر اني قلت والله ما ينقبل انا قدام ايش يقول يقول سالم حسام طيب دقيقه خلنا تحرج خلنا تحرج والله تقول ونفس صدق بعدين يرجع يبتسم بس يا مخلد تصفيات بالله يا عدا انت خلاص انصفح البرنامج تكفى طلبتك ابي نفس ذاك اليوم حتى الحزام قال هذا الشيء لا عد السؤال تكفى مو من قبل انا قلت والله ما ينقل انقلت بالي انقلت وين جايس برا جايس جايس طيب قوي مخلد عاد النظاره لا معليش ما شوي دقوا ما شوف بالله وش قلت له شخص كذا يبدح بالله ايش قلت له كان منفس معصب يقول اشتري في الحياه جايس قدامي قال معكم مخلد الغامدي من الباحه ده موجود ذاك الحين اي لا ده مو موجود والله انا موجود انا قبل يوم الدب جنبك الله يذكره بخير يوم قلت الترمس ذاك اللي قام وحذف القطره يا اخي انت يومك جالس اشوفك ذاك اللي مع شنطه اللي قلد المصري ايوه انا جالس قدامك مسوي انا قدامي يا اخي جالس الوجه انت في 50 والله انت سوا علم بس انا صدت مع بعض مخلد الغامدي اسعد مثقف وان شاء الله راح افيدكم بالمبادرات والكلام الزين ويسوي كذا لا هذه صح عيب الرويه قال ايش فيك كابسين عليك النور العالي احنا يا مخرج قصوا على اضاءه باقي هو شاده وحط رجله على رجله اقسم بالله انا على كرسي جالس اي والله يوم شفته والله بالله ما قلت ما راح ينقبل والله العظيم قلت هذا اذا انقبل معنا ما هو متقبل مزح وتلقاه غثيث غثيث سبحان الله جاء كلامي محله سبحان الله هو كويس قلبه طيب بس مشكلته انا وشبيب قلبه بس مشكلته وش هو معده انا مشكلته ظاهر لي انا ما ابغى قلبه الحين نجلس مبادره نطلع مبادره كم لي ما سويت مبادره الله يرحمك كم لي عشان حرمان رجال مبادره انا قلت تحت الدرج ما خليت انا اشهد بالله انك طيب قلب الله يسعد روحك يعني انت تكبر المسح من سلطان سعد ليفل عالي ليفل عالي خلاص شهاده انت الحين ماخذ شهاده خلاص والله العظيم اسمع بقص لي داي تحت البث هو بس العذر الوحيد بس يعني انه بس ارضيته طلبت له طلبت له رمان من الباحه انا بما اني روح الله يسعد من قبلك الله يسعد روح تكفى يا مخلد روح انا نبغى رمان من الباحه انا ما ادري مين كانوا في اللجنه؟ سالم حزام ومن؟ علي علي بالروية انا في الخمسين ما قبلت ترك الدوسي ترك الدوسي ما كان موجود يوم ما دل قدامي علي بالروية وترك الدوسري وفهد بن منصور شو اسمه ذاك ايوه الدكتور لا الدكتور ما جاء يا رجال اسمع انا ترك الدوسري يوم جيت بقدمكم هو طلع راح تورت ميو وستونس ونس لا والله انا قدمت هلا انا موجود قبلك انا موجود قبلك يوو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 
هناكم اثنين تأدون من اللخمة. قلت قصيدة أقسم بالله عليك وتوفي سلام والمبدأ على روس الجبال. وبقول بقول جيتك يا تركي، قل جيتك يا ترتي يا زيزوم الرجال. اي والله يا ريح جيتك يا ترتي يا زيزوم الرجال. يمنى بس عيني يمنى بس عيني فلتفع صدام صدام. كفو ارتي فكرت ربيت كفارية من قو هيبة كتركي والله عليم حتى البيبان صدمها من مقدام عاد ارجع ورا فلتفع صدام. قلت بدأت تكتب قصيدة يبقى كنت خرجت خرجت على طول. صمر معك هو صب السطام قال يا اخي انا كاتبه بس انا قلت لك الثانيه اللي معدلها سطام على طول جاوب معي شوي. قال خلاص ان شاء الله ابشر بعزكم مقبولي اقبلون يا عم ديال 50. الو ما عليش تو اما نبغى واحد. واجلس السطام قرعه حقره بقره قال لي عمي شوي ما فادت. اخر شيء عزر فز اخر شيء قال يا ولد طفشت ابو ابوي يا اخي خلاص روح يا اخي. حلو جيتكم هنا
يا اول ما قابلتكني خمسين سنوات اول اي والله جبر اقسم بالله اول يوم شفته اقسم بالله اني متقفله وحتى المقطع عندي مصوره في السناب حلو ما عرف ما قابلت الا ذا هذا عاد ما يحتاج هذا ما شفته هذا انا مراسله بس تكتب شفتك انت 50 انا في نفس المجموعه انا وهو لا نوف عقاب صح مخلفي لا انت معلوله هذا معي لا هذا معلوله لا معلوله صح معلوله كان قاعد جنب القرقاح القرقاح انا معك يضحك من سعد الطويل الله سعد معك اي بس المجموعه ويجدوا انا ثالث واحد مجي عندي وانا وهرج وهرج عيسك سعد يعني عندي عندي يوم خلص وجه الدور الكلام كله خذها عن نبضاح بس يقول يطلع مني قال تعال سعد الطويل تعال انا شو تعرف نص ساعة وانت تهرج كل كلمتين وخلص ارتفقت ضيعت كلامي ترى هو تراه ارتفقكم قال هو يشيل انشاء على عاطفه الله سعد في المقابلة يوم دخلت لقيت شو اسمه علي و ايمن علي انا جيت بعد المغرب مقابلتي بعد المغرب طلعت برا ورجعت جاي قبل اسبوع واسالهم اجلس هنا في الرياض ولا اروح البحر ما خلى مكتبه ما خلى يوم جيت لا التركي موجود الدوسري انا قلت السلام عليكم مساك الله بالخير طالعين قاعد مساك النور قلت بدري انت قلت بيت تعيبين كذا يعطيني نظره حتى ما ابتسم ولا شيء يا ولد يلف فجاه وانا امشي اتسالف زوم قلت يا واي تبون مني شيء ولا اروح يا الموضوع طولين ها يا الموقف تخيلي طالع يا وش تسوي انت اضحك قلت بدري انا قلت بدري تعيب في نظرك ترك الدوسري يوم جيت هنا يعرفني لان قبل اجي التصفيات بس تك تك ثلاث مرات يدخل علي استلمته بالكلام ما عارف يا رجال اسولف معه ثلاجه شفت لهم ما يقبلون حتى لو في التك تك ما اتقنت والله يبغى السنه الريجين لا شوف نهاية ذا قال هو بداح يشوفك التصفيات قلت اهني وشنو سعدك بس يعني واسطه يوم دخلت الحبيب بداح عرفني الرجال اللي دخل الغرفه بداح يوم جاهم جاي مع ذبيحتين ايه يا شوف ما اللي دخل الغرفه ذيك وصوره انا ولا دخلت صورني احمد ايش اسمه كم كان عددكم من جيت وانت واجد صح لا الواجد احنا لا اليوم اللي انتم فيه جيتوا احنا الواجد اليوم اللي جيتوا فيه فوق 200 فوق 200 انا 30 بس وطلع 12 الوسطات 12 ايه اللي يطلعوا هواء ايش يطلعوا هواء انا ونواف عقاب عقاب طلع هواء معنا انت لا نواف قطعوا عليه البه انا ما طلعت هواء هواء اول يوم بس وذاك السخيل الله يذكره والله اجى ضحك ذاك اليوم انا ونواف السخيل علي والله اجى ضحك انا ونواف عقاب ذاك اليوم ليه؟ لو انكم موجودين تشوف نواف عقاب اضحك ما قدر يضحك اضحك خلق ورد الرجال حافظه ابيض ضيعها ما ذكر الا بيت واحد يقول انا شو اقول شهرج كنت وردهرج لأن أول ما جيت سلمت عليه الله حيوه قال سولف قال يا